تعيشوا وتصلوا، بنا يقبل صلواتكم وتضرعاتكم في هذا المساء المبارك ويبارككم كلكم. كمل مع بعضينا دراسة سفر الرؤيا. احنا المرة اللي فاتت وصلنا لنهاية الرؤيا الثانية. قلنا السفر عبارة عن 7 رؤى. احنا خدنا اول رؤيتين كاملين، اللي هي الرؤية الاولى واخدة اصحاح 1 و2 و3، والرؤية الثانية واخدة 4 5 6 7. الرؤية الثالثة هنبتدي فيها النهاردة، اللي هي رؤية الابواق الايه؟ 7. الرؤية دي واخدة 4 اصحاحات 8 9 10 11. بنهاية الرؤية دي نكون وصلنا لنص سفر الرؤية خلاص. الرؤية دي مليانة أسرار، عشان كده حاولت أن أنا أعمل سكاديول ليها شوية عشان نقدر نفهمها كويس. لقيت أني مش أقل من 3 مرات، بدل ما أضغطكم في مرتين، لأ ناخدها ب3 مرات ونركز فيها أكتر. الرؤية دي عبارة عن 7 إيه؟ أبواق. يعني إيه البوق؟ البوق ده كان زمان عبارة عن قرن من القرون بتاعت الطور أو القرون الكبيرة، وينفخوا فيها يبوقوا بصوت عالي قوي. الأبواق دي كانت زمان بتعمل حاجتين، بتعمل إيه؟ أساسها تنبه الناس للحرب، يعني لو في حرب يبوقوا بالبوق فيعرفوا بصوت معين ان لا ده في عدو هجم، في حرب دلوقتي. او كان احتفلوا بالاعياد والمناسبات كان ليها ايضا بوق تاني. ان شاء الله يعني كده انتوا عارفين ان الجرس بتاع الكنيسه ليه رنات، يعني ليه تون معين تعرف ان الكنيسه هنقدم الحمل دلوقتي، ليه تون معين تعرف ان احنا بنتناول دلوقتي، في تون معين للجرس تعرف ان جرس حزن ده في صلاه جناز او حاجه، وفي رنه تانية معينه تعرف ان في استقبال مطران او اسقف او بطريرك في الكنيسه. ان شاء الله يعني ناويين نفكر في فكره الجرس دي الى حد ما يكون يعني ما يعملش صوت كبير، لكن على الاقل ندق واحنا بنقدم الحمل واحنا بنعمل. فكان احتفال بالأعياد والمناسبات ليه صوت معين، فالناس تبقى عارفة كلنا ان احنا بنحتفل بالأعياد والمناسبات. طب هنا بقى هتمثل ايه؟ هنا هتمثل نداءات الله وتدخله في التاريخ، عشان ربنا يقولك حاسب حبيبي خلي بالك قم من النوم يا غفلان، صحصح كده، كأنه البوق هو المنبه اللي بيصحصح. بس انت بقى في الايه؟ في الالارم اللي على التليفون بتعمل ايه؟ بتقعد تدوس عليه تسكته، بس بعد شويه يضرب لك تاني وقوم تسكت فيه، يضرب تاني ويضرب تاني وانت نايم نايم نايم. بس خلي بالك كل شويه هو عمال ياخر، فالميعاد بياخر عليك. او ان انت بقى تدوس على ستوب خالص فيعمل ايه؟ فيقفل بقى، تفتح عينك تلاقيك في الظهر بقى، راح عليك الشغل وراح عليك الحاجة اللي انت بتعملها. فهنا مهم قوي الأبواق معناها انذارات، يبقى الأختام معناها ايه؟ أحقاب زمنية، فترات زمنية. طب الأبواق معناها ايه؟ انذارات. خلاص تعالوا يلا نشوف رؤية 7 أبواق. رؤية 7 أبواق في الحقيقة هتلاقوا متقسمة لأربع أبواق و3 أبواق، يعني بقسمها 4 و3. تقول ايه يعني؟ هي 7 لازم تتقسم ل4 و3. اقول لك لا، ده هم ليها تقسيمه ليها معنى. اول 4 دول الاحداث اللي بتحصل لغايه لما الانتي كرايست هيجي. الابواق بعد كده الثلاثه الاخيره دول في فتره ضد المسيح وهو موجود الانتي كرايست. عشان كده الاربعه الاولانيين هتحس ان هم بيمروا بينا في المعتاد، يعني بنشوفهم او بنسمعهم او بنحس بيهم. لكن الابواق الثانيه، ولو ان البوق الاول هتحس الويل الاول اللي هو البوق الخامس هناخده النهارده، هتحسوا بانه ابتدى. هنشوف دلوقتي رؤيا 7 ابواق. ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نص ساعه. ده اللي خدناه المره اللي فاتت، وده كان السؤال بتاعنا، ده الختم السابع. شاف ايه بقى يوحنا؟ ورأيت 7 ملائكة. مين 7 ملائكة دول؟ مين 7؟
ده الملائكة عددهم بالالاف وربوات عشرات الاف، انما ايه ده؟ دول السبع الرؤساء الارش انجل، الملائكة رؤساء الملائكة، اللي هو ميخائيل، غابريال، رافائيل، سوريال، صدقيال، سراتيال، وانانيال. نعرف الملاك ميخائيل، ايوه رئيس جنود الرب واللي حارب الشيطان، هيحكي عليه السفر كتير في سفر الرؤيا. ملاك غبريال هو الملاك اللي جيل دانيال وفسر له الرؤيا، والملاك المبشر بالاخبار الحلوه. الملاك رفائيل ده اللي نزل مع توبيا، فاكرين لما درسنا توبيا وشفائه، عشان كده نسميه ملاك المفرح للقلوب والمشفي. بعد كده الملاك سوريال ده اللي هيجي يبوق بقى قدام ربنا في اليوم الاخير عشان يعلن نهايه العالم. احنا بنتكلم على الابواق، يقول لك سياتي الرب بصوت بوق رئيس ملائك، يعني الملاك هيبوق عشان يعلن نهايه العالم خلص. وبعد كده صدقييل وسراتيال وانانيال، الثلاثه دول نعرف عنهم اساميهم من تقليد الاباء، لكن ما نعرفش تفاصيل اعمالهم ايه. اما نطلع السماء بقى هنعرف، يعني مش كل التفاصيل بنعرفها بالكامل زي ما ربنا بيعلن لنا. شاف بقى السبع ملائكه دول يقفون امام الله وقد اعطوا سبعه ابواق هيبوق. وجاء ملاك اخر ووقف عند المذبح، لقوا ملاك جه وقف عند المذبح ومعه مبخره من ذهب. الملاك شايل شريه من الذهب، واعطى بخورا كثيرا. الشريه دي مليانه بخور كتير قوي، والبخور طالع قدام، يبقى السماء فيها مذبح. ايوه، عشان كده ما يجيش حد يقول لك المذبح في العهد القديم، يقول لك العهد الجديد ما فيهوش مذبح. طب يعني ايه؟ يعني المذبح موجود في العهد القديم مش موجود في العهد الجديد وهيبقى موجود في الابديه؟ طب ليه انت لغيته في العهد الجديد؟ لان لغوا الكهنوت فلغوا المذبح، لكن المذبح موجود والكهنوت موجود، ده مستمر اذا كان المذبح اهو في السماء. طب وادي الشريه؟ ايوه. وادي البخور؟ ايوه، عشان ما يجيش حد يضحك عليك ويقول لك البخور ده اصله عباده اوثان. الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. البخور ده يقدم الى الله. ممكن يكون الاوثان اللي بيعبدوا اوثان خدوا الفكره من الـ من الـ من رجال الله، لكن البخور اصله تلاقونا واحنا بنبخر بنرشم الصليب كده ونقول باسم الله الاب امين، وباسم الابن الوحيد يسوع المسيح امين، وباسم الروح القدس امين، مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس. فاحنا نقدم البخور باسم الثالوث القدوس. لقى بقى الملاك ده ملاك جاي معاه بخور كتير قوي. طب ليه البخور الكتير ده؟ البخور الكتير ده علشان يقول ان الناس وخطاياها محتاجه صلوات ايه كتير. عارف لما يكون عندك بقعه كتيره تحتاج تحط مسحوق كتير، فكل تعب الناس محتاج صلوات كتيره تسندهم. ونحن نعيش من اجل صلوات الاباء اللي بيصلوا من اجلنا، والاديوره المفتوحه، والكنيسه هنا تعيش الاسر من اجل القداسات المرفوعه في كل صباح عنها. فده الجبهه اللي احنا بنحارب عنك وبندي صلاه كتيره قدام ربنا. اعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع ايه بقى؟ مع صلوات الايه؟ القديسين. يبقى صلاة القديسين بتطلع والبخور بيطلع، الاثنين بيطلعوا مع بعض. عشان كده تشوف البخور في الشتاء تلاقيه بيطلع لفوق، لما نشغل الهيتر تبص تلاقي البخور كأنه سحابة واقفة فوق كده، تحس ان هو سحابة كبيرة قوي واقفة. وتشوفوا الصبح لما تيجوا تصلوا قداسات الصبح مع النور، تلاقي البخور عامل أشعة من النور ماشية بطريقة عجيبة جدا. بخور مع صلوات الايه؟ القديسين. الله، طب واحنا في الكنيسه مش محاطه بقديسين؟ ايوه. وابونا لما بيلف بالشوريه ويقدم البخور للقديسين، ايوه، يبقى دي في مجمره وفي بخور وفي قديسين، صح؟ ايوه. وهم بيرفعوا صلواتهم عنا طبعا. يبقى احنا بنقدم في الكنيسه البخور قدام الايقونات، بنقدم البخور قدام الكاهن. ليه؟ مش بنعبد اوثان، لا، ده انا بقول له اذكرني يا ابي في صلواتك الكثيرة اللي كان الرب لن يغفر لي خطاياي الكثيرة. يقول لي ايه؟ الرب يقبل ذبيحتك ويعطيك البركة بتاعت هارون وملش صادق وهارون وزكريا امين. يعني كأن الكاهن اللي بيقدم الذبيحة بيقول لابونا التاني انا صلواتي مش قادرة تطلع لفوق، ساعدني انت بصلواتك يا ابونا. يقول له ربنا يقويك ويرفع صلواتك. وتقدم البخور ليكم، انتوا عارفين احنا بنقدم البخور ليكم، كأن بنقول لكم يلا ايه كلنا نصلي مع بعض عشان صلاتنا مع بعض ايه قوية.
دي بتوضح فكرة الجسد الايه الواحد. لما تبقى صلاة جماعية وجوه الكنيسة اقوى بكتير من صلاتك في البيت. صلواتك في البيت صلاة ضعيفة، لكن لما بتيجي في الكنيسة انت مع اخوك مع اخوك مع القديسين اللي حواليك تبقى الصلاة ايه جامدة. زمان لما كنا نصلي على حد عليه ارواح شريرة، قال لي ابونا الاب اعترافي، قال لي لما تيجي تصلي على حد عليه روح شريرة اوعى تصلي لا في مكتب ولا في بيت. قلت له امال ايه؟ قال لي تصلي في الكنيسة. قال لي لما تيجي تخش للأسد بتخش له لو عايز تنتصر عليه بتاخده ايه؟ تخش له جوه قفصه ولا تاخده عندك؟ قلت له اخده عندي. قال لي خلاص تخشلوش جوه القفص بتاعه، بره العالم بتاعه، هاته جوه الكنيسة عشان في قوة كبيرة ايه؟ محوطات. كنا نشوف الناس اللي عليهم أرواح شريرة يصرخوا في دير أنبا بشوي، يقولوا أنبا بشوي ماري جرجس محوطنا ماري جرجس الله بيعمل ايه معاك؟ وابونا ده قال لي لما تيجي تصلي هات اجساد القديسين حطهم حواليك وخلي الناس تقف تصلي. فاحنا كلنا بنصلي الشيطان بيبقى فيه ايه متحوط الصلاه بيصرخ، لكن واحد وحده صلاه يعني ضعيفه شويه، لكن صلوات القديسين بتعمل ايه بايه بتسندنا كجسد واحد. واعطى بخور لكي يقدمه مع مسبح الذهب الذي امام الايه العرش، مسبح الذهب. تعالوا نشوف اللي حصل ايه. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. طب تعالوا نقولها على الكنيسة كده، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين اللي هم الملائكة والقديسين اللي في السماء والشعب من يد أبونا الذي يمثل ملاك الرب أمام الله في داخل الكنيسة. طيب إيه اللي حصل؟ الله، البخور بيعمل حاجتين، صلاة تترفع ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المسبح. يبقى المسبح عليه إيه؟ نار. طب ما احنا نعرف إن المسبح عليه قربان جسد ودم المسيح يبقى عليه نار. أيوة، يعني إيه؟ يعني كل حاجة ليها حدين. يعني إيه ليها حدين؟ شفتوا البحر الأحمر لما شقوه عمل ايه؟ شعب الله ايه؟ نجي، وفرعون ايه؟ غرق. في المعمودية بنعمل حاجتين، الانسان العتيق اللي جواك يموت والانسان الجديد ايه؟ يتحط. في الافخارستية بنعمل ايه؟ المتناول بتوبة واستعداد ينال غفران خطاياه، واللي يتناول بدون استحقاق ياخد دينونة ايه؟ لنفسه. كلمة ربنا يقول عليها كتاب سيف ذي حدين. يعني ايه سيف ذي حدين؟ يعني حد منه بيعزيك ويديك كلمات حلوة، والحد التاني بيوجعك لانه بيشاور على المشكلة اللي جواك. يبقى اذا يد الله دايما يد حنينة على شعبه وقاسية على الشيطان ابليس. الشورية فيها بخور بيطلع امام الله، بس في نار، النار اللي خدها على المسبح دي القاها على الارض. يبقى دي رابطه ما بين السماء والارض. اول لما رمى النار على الارض ده شاف يوحنا الكلام ده، فحدثت اربع حاجات. حدثت ايه؟ اصوات وايه ورعود وايه وبروق وايه وزرزر. ايه الاصوات؟ ايه الفرق بين الاصوات والرعود والبروق والزلزلة؟ فكروا كده معايا. اصوات انت ايه تسمح؟ طب الرعد اقوى ولا الصوت؟ الرعد اقوى، صوت الرعد اقوى. فكأن الصوت ده ممكن يوصل، بس الرعد حاجة اعلى، لما انت ما تسمعش الالي بيعلى اكتر. طب البرق انت بتشوف بعينيك. طب الزلزلة بتحس بيها. الزلزلة انت مش بتسمعها، بتحس بيها ان الارض بتتزلزل. كأن دولة انت لو ما انتبهتش ربنا بيبعت لك دول بالتدريج. اول حاجة يبعت لك الايه؟ الاصوات، يتكلم معاك بصوت ايه؟ حنين، من خلال درس كتاب، من خلال وعظة، من خلال خلوتك مع الكتاب المقدس، من خلال وقفة في القداس تحس ربنا بيتكلم ليك. طب فرضا انا مش سامع، ربنا هيبتدي ايه؟ ينذر. هينذرك ازاي؟ هيجي لك صوت ايه؟ رعد جامد يرعب ودانك، زي ايه؟ مشكله، ازمه،
مرض، قرصة ودان، تبتدي بقى لا فوق فوق لنفسك، اللي انت فيه ده مش كويس. طب ما سمعتش دوت، ربنا يقول لك طب يعني انت مش سامع، اشغل لك ايه عينيك، هتشوف ايه؟ برق. يعني ايه برق؟ تشوف حاجات حواليك بتحصل تخليك اللي كنت متكل عليه ده ضاع فجأة، اللي كنت حاسس ان هو سندك ده راح، حصل له مشكلة. هتشوف بعينيك حاجات غريبة بتحصل حواليك، كأن ربنا بيفتح لك عينيك، يقول لك لو ودانك دي مش سامعة شغل لك عينيك. طب لو الكل ده مش شغال، لو دان ولا عينين ولا، يبقى عايز ايه بقى؟ زلزلة. يعني ايه زلزلة؟ يحصل حاجة كده جواك تعمل ايه؟ تهزك هزة جديدة. على فكرة بايزوي، احنا مش بنحس بألم الناس، لكن لما بيجي لك انت الألم بتتوجع. يقولوا كده أنت لا تشعر بطفل صغير يموت جوعا وعطشا إلى الماء. يعني أنت مش بتفرج على، من كتر ما بقينا نشوف الحاجات دي ما بقاش فارق معانا قوي إيه؟ نشوف ناس بتموت يا غلابة. يعني يقول لك أنت لا تتأثر بطفل يموت جوعا أو عطشا، ولكنك تتألم وتنقلب الدنيا حينما أسنانك توجع. أو يعني أسنانك أنت توجعك تبقى الدنيا إيه؟ شديدة، صح؟ تقلب لك كيانك وتحس كل، يا دي سن ده عصب صغير بيوجعني. كأن ربنا بيقول لك حبيبي مش شرط أن أنت تتألم زي دول عشان تحس، حس بالآخرين. تلاقي مثلا واحد يحصل في عزة ولا حاجة يتكلم وخلاص ويسلم على الناس ربنا يعزيك، لكن أول ما تحصل له هو أو أسرته ألم يعمل إيه؟ لا يتشد جامد وحاله يتقلب ويتبهدل ويعيط ويصرخ. إيه اللي بيحصل؟ فبعيد عنك الرؤى دي، ربنا عايز يقولك إيه فيها؟ عايز يقولك يا حبيبي، الرؤى اللي هحكي لكم عليها اللي هي الأبواق، ربنا عايز يقولك حبيبي مش شرط تحصل لك الحاجة، بص على غيرك لو بتحصل لغيرك تبقى موجودة، وأنت لست معك جرانتي أن أنت هتعدي كل ده، معكش، مش حد معانا فينا معاه جرانتي على أي حاجة. طيب هتبتدي أول إيه؟ ثم أن السبعة ملائكة الذين معهم السبع أبواق تهيأوا لكي إيه؟ يبوقوا. هنشوف كم بوق النهاردة؟ هما كلهم سبعة، هناخد النهاردة خمسة. البوق الأول، فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم. يعني إيه؟ إيه برد؟ عارفين البرد؟ يعني إيه؟ هيل، الهيل الكبير يعني، بس هيل بقى مش نازل لك حضرتك كده تقف فن، ده حتة تلج ممكن تنزل تموت. يقولوا إن في أرض مصر كان بينزل حاجات كبيرة جامدة بتقع الواحد تموته. وهتلاقوا بعد كده لسه هنتكلم لما ربنا يحارب مملكة الأنتي كرايست، هيلاقوا نزل عليهم برد ثقل وزنة، يعني تقيل جدا يضيع مناطق بحالها يعني. فالبرد معاه ايه؟ نار. ازاي نار مع تلج؟ يمشوا ازاي مع بعض؟ البرد التلج، النار مين؟ هو ربنا ضرب قبل كده بنار؟ ايوه، أيام سدوم وعمورة نزلت نار، فحدث برد ونار مخلوطان بدم. يعني إيه مخلوطان بدم؟ البرد والنار اللي نازلين دول حتى النار مخلوطة بالدم. طب النار مخلوطة بالدم يا يوحنا شفتها إزاي؟ شافها وقدر يقولها لنا، برد ونار مخلوطان بدم ألقيا إلى الأرض. إيه اللي حصل؟ فاحترق تلت الأشجار واحترق كل عشب أخضر. يبقى الضربة دي عملت إيه؟ حرقت إيه؟ تلت الشجر، وحرقت قد إيه من العشب؟ كل العشب. هنقف هنا في نقطتين. النقطة الأولى، يعني إيه الفرق بين الشجرة والعشب؟ عشان كده الكتاب يقول لك تلت الشجر، بس لما يجي العشب يقول لك كل العشب حصل له إيه؟ الشجرة ليها جدر إيه؟ كبير، العشب جدره صغير، الشجرة عالية جدا، العشب مش عالي، الشجرة دي ليها تاريخ كبير، العشب ده ابن امبارح لسه طالع،
الشجرة دي مش محتاجة فلاح يعمل لها ايه؟ يسقيها مية ويعتني بيها، لان ليها جدر تحت الارض بتاخد الايه؟ المية. انما العشب الاخضر لو طلع عليه شوية شمس زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، العشب بايه؟ بتحرق كله. شكيت لو اغلب العشب اللي بره اللي انتوا شايفينه من الفترة اللي فاتت قبل فاتت حرق كله. ويبقى زارع شجر معين في الباك يارد في انواع ورق شجر بتحرق من السخونه خالص. يبقى الشجر يشير لمين؟ للمؤمنين اللي ليهم ايه؟ رود. ويقول لك بغرسين على ايه؟ على الانهار تاخد منها. يبقى الشجر يشير للمؤمنين، يبقى الضربات دي هتصيب من المؤمنين ايه؟ تلت. نشكر ربنا يبقى لسه في تلتين تاني ايه؟ تلتين تاني هتسيب التلت الضعيف، بس في تلتين تاني اقوياء هيعيش. ونشكر ربنا ان في الضربات جزء بس الجزء الاكبر موجود. يعني بيحصل حوادث مثلا على الطريق، ناس بتموت، بس نشكر ربنا الغالبية عايش وبتوصل بالسلامة. الا ما بتحصل حادثة وتشوفها على الطريق، يمكن دي بتكون درس ليك وليا ان احنا نهدي لحسن ممكن توصل لدول. تشوف حد مثلا ما اهتمش بجسده وقع في مشاكل كبيرة، بتبتدي انت تاخد درس وتعمل كده. بس العشب الاخضر الصغير يتحل صله ايه؟ يتحرق قوي قوي. يعني ايه؟ يعني الضعيف في ايمانه التجارب دي هتعمل ايه فيه؟ هتضيعه كله. طب يبقى يعني ايه يحترق تلت الشجر؟ يعني هيبقى فيه مجاعات. المجاعات دي هتأثر على تلت الناس، بس نشكر ربنا لسه في التلتين التاني ايه؟ موجود. مجاعات الاباء قالوها، ممكن تكون مجاعات حقيقية زي ما نشوفها، ممكن تكون مجاعات للأكل، ممكن تكون في الفترات الجاية تكون مجاعات بطرق معينة. طيب البوق التاني، ثم بوق الملاك التاني فكأن جبلا عظيما. بص لقى جبل عظيم متقد بالنار، الجبل والع كله نار، ألقي إلى البحر، الجبل اترمى في البحر، فصار تلت البحر إيه؟ دما. وإيه اللي حصل؟ ومات تلت الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك تلت السفن. تلاحظوا دايما المشترك كلمة إيه؟ تلت. يعني ايه؟ يعني الضربة هتكون لجزء وجزء التاني يتعلم منها. ايه جبل عظيم متقد بنار؟ لما قرينا زمان في العهد القديم في دانيال لقينا جبل عظيم متقد بنار، يعني ملك او متغاز قوي فبيعمل حرب. فكلمة جبل متقد بنار تقدر تسموها حروب. ألقي الى البحر، البحر ده اللي هو ايه؟ لما نعرف سفر الرؤيا، لسفر الرؤيا اغلبه رمزي، البحر هو العالم والنهر هو الايه؟ الكنيس. فلما يجي يقول لك نهر اعرف انه كنيس، هيجي في الضربه الجايه. لكن البحر ده العالم. فهنا بيقول لك جبل عظيم، يعني في ملك جبار ليه اسمه مشهور او معروف، حامي وقوي قوي شديد، ما عندوش رحمه، عشان كده بيقول لك متقد بنار. اترمى في البحر، يعني ايه؟ يعني هيعمل حرب كبيره. الحرب دي ليها ثلاث نتائج. اول نتيجه تلت البحر بقى دم. يعني ايه؟ يعني تدمر تلت الايه؟ الايه؟ لما البحر يبقى دم، يعني الحرب دي هتبقى في البحور، فتلت الشعوب اللي هتتحارب هتموت، فعشان كده البحر اتملى دم من موتهم هم. طب تلت الخلائق التي في البحر التي لا حياة ماتت، يعني ايه؟ في الغالب لحد الحروب دي ممكن تكون حروب كيماوية، ممكن تكون حروب زي كده هتخلي الأسماك تموت، فيبقى تلت الثروة والسمكية ماتت. طب أهلك تلت السفن، يعني إيه؟ السفن دي وسائل المواصلات في الوقت ده، يعني في وسائل مواصلات في تلتها هيروح. يعني كأن حرب جديدة أو حروب هتحصل. الحروب دي هتعمل إيه؟ هتموت فيها ناس وايه؟ وكمان ايه؟ يلا الغذاء هيقل لان التلت الخلائق، وسائل المواصلات كمان ايه؟ تلتها ايه؟ هيضيع. انتوا متخيلين؟ كنت قاعد افكر امبارح كده،
لو حد قدر يقطع الانترنت عن العالم كله ايه اللي هيحصل؟ هتبوظ الموبايلات وهتبوظ الاتصالات وهتبوظ الانترنت، وكل العربيات اللي شغاله بالطاقه دي كلها تقف، والمحلات مش هتعرف تبيع ولا تشتري اللي عامل على البتاع، وانت عندك كل اللي شغال على الانترنت هيبوظ، التكييفات والكلام ده، ده العالم هيقف. العالم هيقف. وعلى فكره باي ذا واي دي احد الافكار اللي هنشوفها قدام اللي ممكن تكون من الفتره بتاعه الانتي كرايست، ممكن يعمل كده. قالوا لو حصل ده العالم هيرجع يبقى عالم بدائي تاني خالص. تخيل انت بقى لا عارف تشغل عربيه ولا عارف تسوق ولا عارف تسمع اي حاجه، ولا في تلفزيون ولا في انترنت ولا في تليفون، الناس مش عارفه تتصل ببعض، ولا في الكتريستي في البيوت، تاثر على المبيعات، تاثر على المواصلات، تاثر على الاكل. ده الدنيا هتبقى اصعب من الكورونا قوي. ده ممكن العالم يرجع قرون لورا تخلف. لا احنا اعتمدنا عليه خلاص، احنا دخلنا في حدش يقدر يسحب اي حاجه دلوقتي. طب اقول لك حاجه، انت بص عندك قد ايه في البيت، تعالى لو الانترنت بتاع البيت عندك عطل، تعالى وريني كام حاجه عندك هتقف في البيت. طب تعالى لو انت غيرت جبت راوتر جديد وغيرت الباسورد، تعالى ده وقول لي كام اكاونت هتدخل عليه عشان تظبطه، وتعمل تاني وتعمل ساين ان تاني وتحط باسورد تاني، مش هتعرف تتابع فلوسك ولا على فكره لو اتضرب الانترنت مش هتعرف تتابع فلوسك ولا الباك يعرف يديك فلوس، يعني هتبقى فقير جدا وانت معاك، بس العالم هيتشل. ففي ضربات ممكن تيجي كده. يوحنا شاف حاجات في سفر الرؤيا كده، بس مين قال ان ده مش ممكن يتحقق؟ ممكن يتحقق. واظن ان الفتره بتاعت الكورونا ادتنا درس كويس قوي في ان في حاجات زي كده. البوق الثاني، يبقى البوق الاولاني ممكن تكون مجاعات، البوق الثاني ممكن تكون حروب ليها اضرار، البوق الثالث ايه بقى؟ ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على تلت الانهار وعلى ينابيع المياه. ايه بقى دي؟ ايه الكوكب العظيم؟ كوكب عظيم يعني قائد ديني كبير. هيقع يعني هيسقط من السماء، يعني بدل ما مكانته هتبقى عالية قوي هينزل، ولما هينزل هيتقد كمصباح، يعني المفروض ان هو كان بينور للناس لكن هيقع. بس لما هيجي يقع الغريبة قوي، هيقع على ايه؟ على تلت الانهار. قلت لك النهر دي كنيسة، فالقائد الديني هيقع على تلت الانهار، يعني القائد الديني ده هتكون تقريبا تلت المسيحيين واقعين تحت ايده، وهو هيقع فهينهار معاه دول، وعلى ينابيع المياه. يعني ايه ينابيع المياه؟ يعني التعليم بتاعت الكنيسة وعقيدة الكنيسة. لا، لما يقول الكوكب من السماء، الكواكب دايما تشير للملائكة بتوع الكنائس والأسقفة والمطرنة. مش شفنا أول سفر الرؤية كوكب اللي في الإيدين؟ فهنا لما يقول لك الكوكب وبعدين يقع على على الأنهار وينابيع المياه، بص الجاية دي، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين. دايما اللي يقراها غلط في ليلة أبو غلامسيس. الأفسنتين، إيه الأفسنتين ده؟ الأفسنتين ده عبارة عن حاجة مرة جدا، يعني التعليم هيبقى غلط وهيبقى مر ويسمم، فصار تلت المياه أفسنتينا، يعني الناس اللي هتسمعه هتتأثر بكلامه وهتسمم من الحاجات اللي بتتقال. انتوا مش بتلاقوا دلوقتي الحاجات دي موجودة؟ مسيح آخر، تعليم آخر، يلغوا أسرار، يلغوا كهنوت، يلغوا شفاعة، الزنا ومفهومه اتغير، في بيضحكوا على الولاد دلوقتي. وللأسف في بعض الكنائس أو الطوائف بتقع تحت الكلام ده.
بيضحكوا على أولادنا يقول لك الزنا، اسمعوا الجاي ده عشان أولادنا بيضحك عليهم، يقول لك الزنا هو إن واحد متزوج أو واحدة متزوجة يخون الطرف الآخر. حلوة إيه؟ أقعد ساكت أنت. على فكرة ده اللي قال لي ده برضو أندرو، هو قاعد في أول. فكرة إيه؟ استنى بس. يقول لك اللي يخون هي ده الزنا، إنما اللي يزني من غير ما يكون متجوز يبقى ده مش زنا. إيه التعليم ده؟ وعلى فكرة بايزاوي التعليم ده منتشر مع الولاد. يعني يجي يقول لك ايه، طب لما انا اعيش مع واحده انا وهي بنشوف بعضينا وبنختبر بعضينا من كل الوجوه بما فيها جنسيه عشان نشوف هنعرف نمشي مع بعض ولا مش هنعرف نمشي مع بعض، ويتخيلوا جواهم ان ممكن ده مش زنا، ده تعليم مر زي الافسنتين هيسممهم، ده الشيطان بيرمي كذب قدام الناس. هذا الكلام مش مظبوط خالص، تعليم فاسدة بتتقال. طب هو الزنا يعني ملوش ربنا ملوش اعتبار فيه؟ يعني هو مجرد خيانة شريك حياتي؟ طب ايه رأيك انا وشريك حياتي لو احنا الاثنين اتفق انا اخون وهي تخون، ده ما يبقاش زنا طبقا للتعريف ده، صح؟ مش هم حصروا الزنا في تعريف الخيانة؟ طب لو اتفقت انا وهي كل واحد فينا يمشي على حل شعره، يبقى في الحالة دي ايه؟ خلاص بقى يبقى طبقا للتعريف ده مش زنا. الشيطان بيعلم تعليم زي الافسنتين، تعليم كلها غلط. نلاقي الاسبوع اللي فات كاهن في نيويورك عمل برق، هو مش ارثوذكسي باي ذا واي، في برق وراح جاب مسبح وحط عليه علم المثليين، وراح لبس اللبس الديني بتاعه من العالم بتاعهم وعمل لهم قداس بيصلي فيه 200 واحد واحدة وناولهم، وكان فخورا بان هو يعمل كده. ده تعليم من زي افسنتين. انت بتعمل ايه؟ انت قدسات للقديسين، انت بتقول للناس عيشوا كده وتعالوا واحنا نصلي لكم قداس. هذا تعليم مر كالافسنتين وسقط على ينابيع المياه، بعد شويه الناس مش هتتوب. ما هو بيتناول وكل وبيباركوا وكل حاجه، ناقص ايه؟ كنائس لازم تقف وتقول اللي بيحصل ده غلط، ده مش تبع تعليم الانجيل، ده مش تبع كلام الله، ده ميه مملوءه افسنتينا اللي بيشربوا منها هيضيعوا. ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت إيه؟ صارت مرة. دلوقتي بقينا لما نيجي نتكلم على ندافع الكنيسة تيجي تدافع يقول لك أنتوا معقدين وأنتوا تقليديين وأنتوا، بيقول لك كلام شكله حلو، حقوق إنسان وكلام شكله مية حلوة لكن مية مسممة أفسنتينا. عشان كده يقول لك تلت المية أفسنتين، يعني الكلام من بره شكله ماء يروي لكن من جواه مليان مرارة بتموت وإيه وتحلك. ومات كثيرون من الناس، يعني تعليم مالها ضاع. يبقى البوق الأول بيشيل مجاعات، البوق الثاني حروب، والبوق الثالث تعليم غير مستقيمة داخل الكنائس. طيب البوق الرابع، ثم بوق الملاك الرابع فضرب تلت الشمس. يعني ايه؟ بصوا لقوا تلت الشمس بقت ضلمه، وتلت القمر، تلت القمر كمان ضلم، وتلت النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء تلته والليل لا يضيء تلته كذلك. يعني ايه؟ النور هيحصل له ايه؟ هيخفى. الآباء قالوا في التفسير في الكتاب الشمس دايما تشير للمسيح. طب لما تلت الشمس هتختفي يعني ايه؟ يعني معرفة ربنا مش هتبقى ايه؟ واضحة الوضوح الكامل. يعني بدل ما تشوف ربنا بجماله وبهائه
هتشوفوا تلتين نتيجة للإيه؟ للخبطة والأكاذيب والفلسفة اللي حوالينا. طب القمر، قال لك القمر يشير للكنيسة، طب تلت القمر مش هيبقى إيه؟ منور، يعني الكنيسة مش هتقدر تقوم بدورها في توبة الشعب، فيبقى عملها تلتين كفايته. طب النجوم، قال لك النجوم يشيرون للرجال الكهنوت والإكليروس، دول كواكب، هيحصل لهم إيه كمان؟ تلتهم هيضيع، تلتهم هيبقى مش منور، يعني تلتهم أعماله هتشوفها وعمرك ما تمشي وراها وعمرك ما تاخده قدوة ليك. يعني الدنيا بيحصل لها إيه؟ بتضلم. هتشوفوها بقى في 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 البوق الجاي، لان الشيطان هيطلع دخان يخبي النور، فالنور مش هيبقى حلو وواضح. تلت الربع اقل، التلت اللي هو ما بين النص وما بين الربع، فعايز يقولك يعني ان مازال في تلتين، يعني مازال في 70% كويسين. كأن ربنا عايز يقول لك ايه؟ هيحصل ده، بس ما تخافوش، عندنا رجاء في تلتين تاني ثابتين، في تلتين تاني هيعيشوا من المجاعات، وفي تلتين تاني مش هيحصل لهم حاجة في الحروب، وفي تلتين تاني الكنائس هتكون واقفة على أرض صلبة، وفي تلتين تاني هيكونوا شايفين ربنا بنوره الجميل الحلو. طيب، ثم نظرت وسمعت، يعني شاف بقى ايه؟ ها؟ شاف ايه؟ ملاكا طائرا. الله تعمل يشوف ملايكة بقى، اللي ماسك شوريا وبيعمل، واللي بملاك طاير. الملاك الطاير بيقول ايه في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل ويل ويل. ده كم ويل دول؟ ثلاث. ليه ثلاث ويلات؟ عشان بقي ثلاث ابواق تانيين. ويل 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 للساكنين على الارض من أجل بقية أصوات أبواط الثلاث ملائكة المزمعين أن يبوقوا. خفتوا صح؟ أنا كنت متوقع ده أن أنتوا أدخل، بس تخافوش، ده مش لينا. طول ما أنت ماسك في ربنا وماسك في الكنيسة أنت في التلتين. مالك يا أندرو أنت في التلتين؟ ما تخافش حبيبي، بقية الأبواط هتشوفها، ليه ما تستعجلش؟ عندنا بقية المرة دي والمرتين التانيين، بس ما تخافش. بس طيب ليه قال ويل ويل ويل؟ لان اللي باقي من الابواق ثلاثه. طب ليه سماهم ويل؟ لان الثلاثه دول هيجوا في فتره الانتي كرايست، ما هيبتدي يشتغل، يعني الشيطان هيبتدي، هنشوف البوق الخامس هيبتدي الشيطان ينفك بقى من السجن بتاعه. ايوه كل ده ولسه ما تفكش، انت شفت حاجه؟ ده انت لسه هتشوف. كلمه ويل 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 يعني الثلاث ابواق الجايه، الخامس والسادس والسابع، دول هيجوا في فتره هيكونوا ابواق جامده جدا، لان دول هيكونوا في فتره الايه؟ الانتي كرايست، وفتره ضد المسيح، وفتره الضلال الاخيره اللي سماها الكتاب الضيقه العظيمه. ليه قال ويل ويل؟ قال لك ويل كانها بيشير للثالوث، كان الثالوث زعلان، الاب زعلان لان الناس رفضت محبته، والابن زعلان لان الناس بتسلبه وما استفادتش من موته ولا دمه ولا كنيسته، والروح القدس زعلان لان الناس اللي عايزه تتوب وبتهمل تبكيته وبتجدف عليه بحياتهم وبيجدفوا على عمله في الكنيسه ويتريقوا على عمله في الاسرار. كان الثالوث زعلان لان الدنيا ابتدت تضلم على الناس. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. احنا خلصنا كده صح كام؟ ثمانية. ده كان في كام بوق؟ أربعة. البوق الأول مجاعات، البوق الثاني حروب، البوق الثالث ها؟ انتوا فاكرين البوق الثالث ايه؟ المية اللي أفسنتين، تعاليم غلط بتخش الكنائس والتعليم بيها. البوق الرابع معرفة الله وأدور الكنيسة، وده كل ده هيضيع ويقل ناحية الناس، فلسفات كدابة تطلع من أول هنا بقى الفترة اللي هيبتدي الشيطان يتفك من سجنه. تعالوا نشوف الفترة دي هيحصل فيها إيه. البوق الخامس اللي هو الويل الأول. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض
وأعطي مفتاح بئر الإيه؟ الهوية. يعني إيه ده؟ مين اللي كان كوكب عظيم منور وسقط؟ الشيطان. يبقى بوق الملاك الخامس فرأيت الشيطان لأنه كان رئيس ملائكة سقط من السماء بسبب تمرده وكبريائه ورغبته أنه يبقى زي ربنا إلى الأرض، صح؟ مش هو لما سقط نزل للأرض؟ مش لما شفنا في سفر أيوب قال له من أين أنت قادم؟ قال له من الجولان في الأرض والتمشي فيها. فالشيطان سقط من السماء إلى الأرض وصار هو وشياطينه موجودين فين؟ في الأرض. وأعطي مفتاح بئر الإيه؟ الهوية. الله، مين اللي أعطي؟ كلمة أعطي يعني حد اللي فاهم في اللغة العربية، أعطي يعني have given، يعني في حد اداله. طب مين اللي اداله؟ ربنا اداله المفتاح بتاع السجن اللي هو فيه، كأن ربنا قال له تفضل المفتاح بتاعك افتح واخرج لان دي الجولة الاخيرة. فأعطي مفتاح بئر الهوية. بئر الهوية هنشوفه قدام كمان، ده المكان اللي الشيطان محبوس فيه بعد تجسس صليب المسيح. بعد صليب المسيح يقول لك قبض على الشيطان وعمل ايه؟ وطرحه في الهاوية واغلق عليه. تقول لي طب يعني ايه؟ طب ما الشيطان بيتحرك حوالين. اقول لك لا، هو مش المقصود انه قبض عليه يعني حطه وقفل عليه فانت مش هتشوفه تاني، لا، يعني حد من قدرته. يعني مثلا ده عنده أسرتي كتيرة قوي قوي، قلل خالص من قدرته، ما بقاش قادر يعمل حاجة، كأنه تعبان جامد قوي بس ايه اتشال منه السم، بس ما زال يقدر يعد. كأن اسد ممكن يفترسك بس ما زال مربوط. قديس يوحنا ذهبي الفم قالها، شرح في ايه بقى الكلام اللي كانت مجدولين بتقوله اللي هو ايه، هو ده تفك بقى؟ تفك. هقولك ازاي. دلوقتي الشيطان مربوط، اتخيل ان زي المنجلية دي العمود اللي الشيطان مربوط فيه، والشيطان مربوط لغاية هنا، فكل حدود انه يقدر يرف في السيركل دي. طب لو انت بعيد مش هيقدر عليك. عشان يقدر عليك لازم يا يطلع لك يا تجيله. طب هو مربوط مش عارف يطلع لك كويس، هيضحك عليك بالخداع عشان ايه؟ تقرب منه وتدخل في الدايرة بتاعته فيهبشك. عشان كده الكتاب قال لك ايه؟ ابليس عدوكم يجول كأسد، لانه مش اسد، يلتمس من يبتلعه هو، يعني يدور على اللي يبتلعه. كلمة يلتمس معناها في اللغة اليونانية يشحت اللي يدور، يعني عايز يشحت حد يمسكه ويجيبه. اوعى تصدق انت ماشي في الطريق حد عمال يقول لك تعال اشتري، وانت عارف انه بيبيع حاجه فيها حاجه وحشه مش هتبص عليه تمشي. لكن لو اتخدعت وقعد يغريك بالحاجه خلاك رحت وقفت وسومت وفكرت. على فكره هو عمل كده مع حواء، مش اول لما راح لها قال لها احقا قال الله لا تاكل من كل الشجر؟ قلت له لا لا، ده قال كله بس ما عدا. فابتدى يعمل ايه معاها؟ يتكلم معاها نجشيش. فابتدت تتكلم معاه وتفتح له ويقول لا لا لا، ده هو ربنا بيقول لكم كده عشان هو خايف ان انتوا تبقوا زيه. علشان كده خطيه ادم وحواء ما كانتش مجرد بس اكل من شجره، كانت شهوه ان هم يطلعوا بره ايد ربنا ويعملوا وحدهم، يبقوا هم الهه مش يبقوا تحت ايد ربنا. فهمتوا الفكره؟ فدي خطيه ادم وحواء، مش مجرد اكل من ثمره، الرغبه في التاله. طب والشيطان سقط فيها قبل كده؟ ايوه، فاكرين رغبته الاول ان يصير الها، عشان كده نفس الخطيه بيضحك بيها على الناس. طب الشيطان بقى اللي وقع ده معاه مفتاح بئر الهويه، ففتح بئر الهويه، البئر اتفتح، حصل ايه بقى؟ فصعد، ها صعد ايه؟ دخان عظيم من البئر كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. وقبل كده في الضربة اللي فاتت كان ظلم إيه من الشمس؟ تلتها. إنما هنا ظلمت كلها. ليه بقى؟
الشيطان هيطلع ويتفك، فما بقاش مربوط، بقى هو يهاجمك خلاص. وهيخرج الشيطان، ربنا له كل المجد يقول كده، سيخرج عالما ان له زمانا يسيرا، يعني عارف ان ايه خلاص دي اخر جوله ليه. عشان كده رب المجد يقول لك وقصر الرب تلك الايام، لانه لو لم يقصر تلك الايام هيحصل ايه؟ هيهلك كل المختارين. عشان كده ربنا الفترة دي ما خلاهاش فترة طويلة، لأن من كتر الضغط في ناس هتقع، واللي هيقع ممكن يكون كبير بس هيقع. عشان كده كلمة اظلم الشمس معناها إن معرفة الله اظلمت خالص، الشيطان لخبط الدنيا خالص. قالوا آباء كلمة اظلم الشمس يعني انتشر الإلحاد، بقت الناس تقول ربنا إيه مش موجود. تعليم بقى ايه غطت على من دخان البير اللي طلع. طيب مش بس غطى التعليم، من الدخان خرج، تعالوا نشوف بقى خرج ايه من الدخان. خرج ايه بقى؟ جراد على الارض. ايه الجراد ده؟ عارفين الجراد في العهد القديم كان فيه الجراد ده لما يهجم على الارض ياكل الاخضر كله، معناها ان الخير اللي موجود في الناس مش الشيطان بس هيضيع معرفة الله عن الناس في الايام الاخيرة، لا ده حتى الخير اللي جوه الناس هياخده. عشان كده معلمنا بولس بيقول في الايام الاخيرة هتيجي الناس سالبين ومغتصبين، غير محبين للاخوة، غير محبين للاباء، بيحبوا القتل، يحبوا النهب، يحبوا الناس، تتحول الى وحوش. خرج جراد على الارض، بس نشكر ربنا فاعطي سلطانا حتى الجراد ده اعطي سلطانا. كلمه اعطي معناها يا اولادي ما تخافوش، حتى الفتره دي انا ماسك ايه؟ ماسك الزمان بتاعها. اعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان، يعني الجراد ده مش جراده تهشها او تمسكها تاكلها. تعرفين مين كان بياكل جراد وعسل بري؟ حنا. كلت جراد قبل كده؟ مارينا عمالة تعمل كده. كلتي جراد انتي؟ ها؟ اوه طيب. في واحدة عندكم كلت جراد؟ ممكن يكون طعمه حلو يعني، ما جربناش. فأعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان. طب هو العقرب بيعمل ايه؟ بيلدغ، واللدغه بتاعته تموت. خلي بالك العقرب زي التعبان بس اقوى من التعبان، يعني كان العقارب والتعبين كل دي شغل الشياطين. العقرب يلدغ واحد يموته. بصوا بقى هنا في حاجه غريبه قوي، اعطي سلطان كما لعقارب الارض سلطان. بصوا بقى وقيل له ألا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر ولا شجر ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبايب. الحمد لله. يعني المعتاد الجراد بيأكل إيه؟ العشب، وبيأكل الشجر، وبيأكل الشيء الأخضر. قال لك الجراد ده معمول مخصوص إنه ما إيه؟ ما يأكلش ده. هم اللي يأذي مين؟ يأذي الناس بس اللي ما فيش الايه؟ ختم الله. انتوا فاكرين كنا اتكلمنا الاسبوع اللي قبل اللي فات على الختم، لما ربنا ختم، اما قالوا للاربع ملائكة المسلمين ارض استنوا لغاية لما نختم عبيد الهنا على جباههم. اللي مش مختوم ده الجراد ضصر عليه. هو ايه الختم ده؟ الختم ده هي المعمودية والميرون، انك ملك المسيح، مختوم بختم المسيح. طب لو انا مش مختوم بالختم ده ومش تبع المسيح، الجراد ده هيأذيني. هيأذيني يعني ايه؟ هيسممني بالافكار المتسممة اللي في الجراد ده. يعني الجراد ده مش بيقتل الانسان يموت، ده ياريته يموت، هنشوفه دلوقتي. ده هيفضل يتألم ومش هيموت. تعالوا نشوف. انتوا فاهمين الفكرة؟ انا عمال ابطع عشان اشرح. يبقى البوق الخامس الفترة اللي بيطلع فيها الانتي كرايست. ايه اللي حصل؟
كوكب سقط من السماء، ده الشيطان سقط من السماء مش كده. وبعدين التاخ خد مفتاح الهوية اتفتحت، اول لما اتفتحت الهوية خرج دخان كبير قوي غطى الشمس كلها، يعني معرفة المسيح والله اختفت والإلحاد انتشر كتير في الفترة الأخيرة. وجراد خرج من البير، الجراد دوت زي الايه العقارب، وتقال لها ما تاكلش العشب، يعني معناها ان هي مش جراد طبيعي عادي، ده حاجات بتسم، قالوا الاباء انها دي الشياطين اللي هتخرج على الناس وتخبطهم جامد. الناس دول ما تخافوش، مش انتوا الناس اللي مش مختومين بختم الله على جباههم. اسمعوا الجايه دي، واعطي الله يقتلهم. يعني المعتاد في العقرب انه ايه يموت، لا اللدغه بتاعت ده بقى مش هتموت، بل ان يتعذبوا 5 أشهر. يعني ايه 5 شهور؟ 5 شهور يعني 150 يوم. الله شمعنا 5 شهور؟ مين الشاطر يقول لي؟ ودي له $100 دلوقتي، ده اذا كان معايا، بس ربنا سهل كده معايا. مين يقول لي 5 شهور ليه مرتبطه بايه؟ لا انا كده هسهلها لكم بقى، انا شكلي هخسر، يا ريتني ما كنت قلت. يا رب سامحني لو ما اديتهمش، بس هما مش هيعرفوا. ها 150 يوم الاونا الادو ها فترة الطوفان. انت قلتيها صبت ده الطوفان بقى، قولي الطوفان. طب انت كان قصدك تقولي الطوفان. طب شكرا يا مجدولين على تبرعك ل $100 للكنيسة. نزلت تمام، اصلا مش عارف السوداني كويس لسه، اللغات بتاعتي ما تزبطتش. المية وخمسين يوم دي هي الفترة اللي كان المية بتاعت الطوفان نازلة، يعني معناها موت بس هيعقبه حياة. كأنه بيقول لك ان الفترة دي فترة صعبة بس وراها الحياة الابدية جاية، لان المسيح هيجي على طول. كأن الفترة دي ما تخافش قوي منها، ما هياش طويلة طبعا، مش 5 شهور دي مش معروفة هل 5 شهور حرفيا، محدش يعرف، لكن ممكن تكون فترة طويلة. هنقابل بعد كده 3.5 سنين بتاعت الانتي كرايست، فهنشوفها هل هي 3.5 سنين ولا معنى انها نص السبعة، فالسبعة عدد كمال، فنص السبعة يعني فترة ناقصة مش مكتملة. لكن فكرتها الجميلة انها ازمة موت يعقبها حياة، الطوفان اهلك العالم بس خرجت الحياة تاني. كأنه بيقولك ان دي الفترات الاخيرة اللي هتطلع منها الحياة الابدية بقى وتخلص. طيب الالم بقى يقتلهم بان أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذ لدغ إنسان. يبقى العقرب لما بيلدغ بيحط السم تحت الجلد. أكتر ألم في العقرب عارفين إيه؟ إن السم ده معرفش طبعا مرقص يعرف طبعا العقرب لما بيلدغ بيقولوا انا كده عن بالنرفز، بيجي عن النرف ويعمل حرقان فظيع في النرف، عامله زي هتقول احس بيها ازاي حضرتك لما عارف لما تحتاج روت كانال بعيد عنكم، لما بيحصل النرف ده بيتوجع الهواء بيخليك تصرخ ما تقدرش تتكلم، الهواء بس على بقك او الميه او اي حاجه بتتوجع جدا. عشان كده لا تروح لدكتور سنان لو قال لك ادفع اللي وراك واللي قدامك، هتدفع من اجل ان انت ايه تخف. بس على فكره بعد ما تخف بقى وتطلع من تحت ايده وانت متبنك تقول انا دفعت ليه، قال لك بس اصبر بس لو البنج ده راح تتروق تاني. لكن الالم بيروح، عارف بيعمل ايه في بيقتل النرف، عشان كده الوجع مش بتحس بتطلع في النافوخ. لا دي جربته، حد جرب؟ انا جربته كم مره، ده كان حاجه صعبه خالص، ربنا ما يجيبه لحد يعني. فالم السنين ده لما بيتعرى العصب ده، لو ميه سخنه وبارده هوا يخليك تصرخ وما تبرقش من الالم غير لما الدكتور يموت لك العصب الكامل، فتحس ان الالم ابتدى يهدى.
الألم بقى بتاع العقرب، السم بيدخل يأذي النيرف فبيحس إن زي نار بتسري في الجسم كأنه مش قادر يستريح. النار بتسري، عارف إيه؟ بالظبط قالوا الآباء إنه اللي بيؤمن بالأفكار اللي هيقولها الشيطان دي زي الأفكار الإلحادية، لا عنده سلام ولا عارف يستريح، لا في بيته ولا مع حياته ولا مع أصحابه ولا بفلوسه ولا بعربياته ولا بعياله ولا، فتحس إنه مش طايق الحياة فيروح ينتحر على طول. كأن ده بيوريك إن الأشرار مفيش راحة جواهم. تتفكر اللي بيقتل ده في راحة جواه؟ فكر اللي بياخد حق حد وينبسط انه معاه فلوس ويكنس فلوس بيستريح؟ ده لو ربنا سلط عليه بس ضميره هيتوجع خالص. فبعيد عنكم الاشرار عمرهم ما يستريح. كان الكتاب هنا بيقول لك ان الاشرار دول الشيطان بنفسه هو اللي هيؤذيهم. في فيلم سوري تمثيليه هعمل لكم اعلانات يعني. في تمثيليه كانت جات من فتره طويله في التلفزيون، اعتقد منكم شافها في رمضان بس الكلام ده قبل الكوفيد، كان اسمها النهايه، تمثيليه كده اسمها النهايه. ده مش فقره اعلانيه على تمثيليات يعني، بس اللي عايز يتفرج عليها موجوده دلوقتي تتفرجوا عليها. النهايه دي بتحكي على الشيطان بيضحك على الناس ويحاول ياخد الطاقه. التمثيليه دي بتحكي على بعد 100 سنه من دلوقتي، فحتى في التمثيليه بيحكوا بيقولوا يا ايام الولايات المتحده كانت ولايات مع بعض كبيره وقويه، من ساعه لما قامت الحرب وتقسموا وبقوا جعانين ومش لاقيين ياكلوا. يعني في التمثيليه بيصور لك الحاج كده يعني، وبيصور لك ان قامت حرب نوويه شديده خلت البشر يعيشوا ك يعني ما فيش حاجه خالص، اتبهدلوا وضاعوا خالص، ما عدا الفئة الغنية جدا لقت مكان قاعدة فيه بعيد، والمكان ده بتحاول الناس بتعيش بالطاقة، يعني بدل ما بتشتري بفلوسك بتشتري بالطاقة، الطاقة دي في ايد ناس معينة بس، وبيدوك انت حتة صغيرة كده كروت الطاقة دي تتاكل بيها وتشرب بيها وتتعالج بيها، لو خلصت منك لازم تشتغل عشان يديك باور طاقة تانية. يعني عايز يقولك الحرب في الايام الجاية على الطاقة. المهم انا مش هحكي لكم التمثيليه كلها، لكن في اخرها فكره ان الناس كلها تبع الشيطان، وقالوا انهم هيفجروا العالم كله بحيث ان العالم كله لما ينتهي هيتبقى بس المدينه دي اللي فيها بقى الناس الغناي والناس المبسوطين، ويعيشوا بقى وياخدوا عقول البشر يخزنوها عقول العلماء ويعملوا ناس بقى نظيفه معاها فلوس عقولها كبيره، ويعملوا روبوتس يعيش بقى وتبقى الحياة جميلة جدا، ويخلصوا من العيانين ويخلصوا من الديسابلز وما يحصلش ايه، ما يحصلش ايجينج ليهم يعني ما يكبروش في السن. المهم فضلوا ماشيين ورا الشيطان ده على الكلام ده. اخر التمثيلية يطلع الشيطان يعمل ايه بقى؟ يطلع بره في مركب فضاء عالية ويدمر الارض كلها بما فيها الناس اللي صدقته، برغم انهم كانوا مصدقين وبيقولوا له احنا عايشين مصدقينك ومصدقين الوقت اللي انت هتيجي فيه. على فكره قالوا حاجات كتيره من سفر الرؤيا، فالظاهر اللي كاتب السيناريو يا واخده من حاجه اجنبيه والاجنبيه واخده من سفر الرؤيا، لانه بيقول الانتي كرايست لما هيجي هيجهز الناس بتوعه اتباعه. ففي الاخر خالص لينا الشيطان راح ضارب صاروخ على الارض، الصاروخ ده انهى الحياه على الارض كلها والموجات، ورجع الناس الى العصور ما قبل التاريخ مرة تانية. الهدف ايه؟ الهدف ان يأتي اليهم الشيطان ده بقى باتباعه بالايه؟ بالعلم كله، فيصدقوا انهم آلهة وليسوا بشر. لان لما تلاقي واحد بيعمل حاجات عظيمة جدا وانت يا دوبك بدائي جدا هيبقى هو ايه؟ طب هقول لك حاجة، لو قومت واحد مات من 200 سنة وشافك هيسجد لك وهيعبدك على انك اله، لو شافك بالزرار ده بتنور اللمبه والزرار ده بتطفي وتقول يا سيري اعملي لي اللي انا عايزاه تقول لك حاضر، الراجل هيموت هيسجد لك ويقدم لك العباده ويقول لك انت اله، لان بالنسبه له انت حاجه عظيمه جدا. فالشيطان عمره ما بيبقى على حد، ده قتال للناس منذ البدء. فهنا الشيطان برغم ان دول طالعين يعذبوا اتباعه هو، يعني تقول الله طب هما بيعذبوا المؤمنين، ده بيعذب اتباعه هو. الشيطان ما عندوش حنيه في قلبه على حد ابدا،
طب نكمل. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت وإيه؟ ألا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت عن حاجة صعبة قوي قوي دي، يعني من كتر الألم والوجع عايزين يموتوا مفيش، والموت يهرب منهم يعني ما يجي لهمش. آخر حاجة بقى تعالوا نشوف الجراد بقى اللي طالع ده شكله إيه. من شكل الجراد ده هنعرف الأفكار اللي هتطلع في الفترة الأخيرة لما الأنتي كرايست يتفك هتكون شكلها إيه. شكل الجراد واحد شبه خيل مهيئة للحرب وما تسع حاجات. على فكرة السؤال الثاني من سؤال الأبواق صف صف شكل الجراد وإلى ماذا يشير. الجراد أول حاجة فيهم شكلها شبه خيل مهيئة للحرب، يعني الجراد ده هيعمل إيه؟ ها؟ هيطلع زي الخيل. الخيل زمان كانت وهي خارجة كأنها للحرب، فالجراد ده خارج للحرب يعني متوجه يخرب الإنسان، يخرب عقله ويخرب مشاعره ويخرب بيته ويخرب حياته خالص. فالخيول ديت أو اللي هي الجراد اللي شكله زي الخيل وبيلدغ زي العقرب شكله زي الخيل. نمرة اتنين على رؤوسها، الجراد على رؤوسها أكاليل شبه الذهب. ليه قال شبه؟ تلاقوا الشيطان دايما يقولك كا 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 كأسد شبه، لأن هو مش حقيقة كده. شبه الذهب يعني إيه؟ يعني الأفكار دي هتطلع شكلها جميلة، شكلها براقة، شكلها بتلمع زي الذهب بس هي فالصو. يعني ايه؟ يعني هالة من العظمة الجميلة. تقول يا سلام ايه العظمة دي، ايه الافكار الجميلة دي، ايه فعلا حقوق الانسان، وليه الانسان يعمل كده ما يعيش كده. يعني الافكار هتظهر انها حقيقية. الكنائس وافكار كل المتخربة دي لا لا لا، دي افكار كلها رجعية قديمة سلفية من زمان، لكن افكار العصر الحديث اللي احنا فيه دلوقتي هي افكار كذا كذا. انتوا عمالين تقولوا ما تبعدوش، ما العالم عايش ومبسوط، ما اللي عايشين في انتوا بتقولوا عليها زنا، لا هي مش زنا. انتوا بتقولوا في ربنا، انا مش شايف ان في ربنا خالص. ده في واحد حط ملحد قال لك انت تؤمن ان ربنا موجود وانا اؤمن ان ربنا مش موجود، وانا عايز اقول لك ان انا عايش في سعاده اكتر منك. شوفوا المناظر بتاعتي كالذهب شكلها عامله ازاي. يبقى اول حاجه شيء خيل مهيئه للحرب، اتنين على رؤوسها اكاليل شبه الذهب، تالت حاجه وجوهها كوجوه الناس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني شكلها هيقوموا الناس على بعضيهم، هيبقى كان الروح دي دخلت في الناس فتلاقي الناس هتقوم على بعض، هيقوموا على بعض لا يحبوا بعض ويقوموا على بعض يأذوا في بعض. طيب نمرة أربعة لها شعر كشعر النساء. يعني شعر النساء يشير للجمال والمنظر الجميل، فالأفكار والفلسفات دي شكلها جميل وتثير الشهوات. تثير الشهوة دي حاجة جميلة وحاجة حلوة. الإنسان هو إله وانت اله نفسك وانت اله الطبيعه وما فيش اله، ده انت اله عظيم. افكار كلها وكان اسنانها نمره خمسه كاسنان الايه؟ الاسود. شكلها جميله وشها زي وش الناس وشعرها زي شعر النساء الجميله، بس اسنانها اسود، يعني اللي تدخل فيه تعمل ايه؟ تقطعه. وكانت أسنانها كالأسود وكان لها دروع كدروع من حديد. الله، هنا بقى الآباء قالوا إيه؟ قالوا الأفكار، شاف يوحنا الجراد طالع ليه دروع كدروع حديد، يعني الـ 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 بيحوطوا حاجات زي الحديد وخارج يطير. الآباء قالوا دي طيارات حربية، دروع كدروع حديد مصفحة. وقالوا ان ممكن تكون دي في الايام الاخيره في الحروب اللي هتقوم بينهم وبين بعض في طيارات حربيه طالعه قويه قوي. ما هو يوحنا كان اكتر اللي يشوفوا ايه في عصره؟ خيل. يعني يوحنا لو كان شاف طياره مصفحه ما كان قال لك هي شكلها شكل الجراد كده بس ليها دروع من حديد. اللي هاكد الكلام ده اللي جاي دلوقتي،
نمرة سبعة ولها أذناب صوت وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل تجري للقتال، يعني صوت الجناح بتاعها جامد أوي. المواتير بتاعتها بصوا جاية دي، ولها أذناب يعني ديلها من ورا شبه العقارب، وكان في أذنابها حمات. عارفين حمات يعني إيه؟ زي نار طالعة من الديل. الله، يبقى طيارة ليها دروع من حديد بالظبط كده، أذناب يعني ديل الطيارة، فيها حمات فيها صواريخ، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. يعني اللي خارج منها يؤذي الناس 5 أشهر، سواء بالمعنى ال5 أشهر اللي هم الفترة اللي تعض فيها. يعني هل دي أفكار بتأذي الناس 5 أشهر؟ هل دي حروب هتأذي الناس في حاجة معينة 5 أشهر؟ مش عارفين. يعني مازال برضو السفر فيه حاجات، شوف ده قال إيه، ده قال إيه، ده قال إيه، لكن برضو فيه حاجات. آخر حاجة خالص بقى اسمعوها الجاية دي، ولها ملاك الهاوية. مين ملاك الهاوية ده؟ الشيطان. ملكا عليها. الله الله الله، يعني إيه؟ يعني اللي مطلع الحاجات دي الشيطان، ملك عليها، خرجها من عنده الجراد ده كله. اسمه بالعبرانية اللغة العبرية أبودون، وله باليونانية، وشاف كمان اسمه باليونانية اسم أبوليون. أبودون معناها المهلك، وأبوليون معناها المهلك. يبقى يعني الشيطان ده ملك على الجراد ده. على متهيألي لو رسام حلو يقدر يرسم لنا الصورة دي، الشيطان كده وطلعة ومنظرها ايه، لو حد ليه في الرسم حلو يقدر يرسم لنا الشكل الجن. ها؟ الاي اي ممكن تدخل عليها، انا خايف يضرك الاي اي ده اللي انت تخش عليه ده يطلع. ملاك الهاوية ملك عليها، واسمه بالعبرانية أبدون يعني المهلك، وباليونانية أبولون. طب ليه يقول الاسم بالعبرانية واليونانية؟ العبرانية دي لغة مين؟ اليهود، واليونانية لغة الأمم. يعني الضربة دي هتكون موجهة للناس كلها، اليهود والأمم. عشان كده قال خلي بالك الراجل ده اسمه مهلك، ده مش هيخدم الناس، ده هيهلكها. وبرضو باليونانية، لأن اللغة اليونانية لغة العالم كله غير اليهود، اسمه برضو أبوليون يعني الإيه؟ المهلك. وينهي ويقول ايه؟ الويل الواحد مضى هو ذا ياتي ويلان ايضا بعد هذا، اللي هم ايه ده البوق القيام الخامس والبوق السادس والسابع المره الجايه. طبعا انتم مبلمين خالص، تخافوش اول شويه هتبصوا تلاقوا بقى السفر طلع في السماء، الكاميرا اتنقلت من الارض للسماء، يوريكم حاجات مريحه جدا. عشان كده اللي يقعد يقول احنا عايشين في ايام، يا عم اشكر ربنا على الايام اللي انت فيها، ده لو جت الايام التانية دي هتبقى ايام صعبة. ربنا يرحمنا ويدينا نتوب ونطلع السماء مع بعض، نتفرج على ده كله فيديو بقى من السماء، والاي اي بتاع السماء بقى اكيد في حاجات اعلى بقى، هنشوف الحاجات دي على الارض. بس هنصلي لاخواننا اللي هيكونوا متألمين الألم ده، لأن محتاجين صلاة قوية تسندهم على احتمال هذه الفترة. عشان كده قال رب المجد السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، زي ما قال هو بالظبط، قال للتلاميذ كده على علامات المجيء الثاني، وقال اوعوا تمشوا، لو حد قال لكم المسيح هنا هناك اوعوا تصدقوه، عشان ضد المسيح هيجي ويقول أنا المسيح الحقيقي، والناس هتصدقوا لانه هيعمل حاجات في الوقت ده هتكون عظيمه قوي، زي ما حكيت لكم كده لو حصل انتهاء لكل التكنولوجيا، اي حد هيجي بتكنولوجيا صغيره او هيعتبره اله عظيم بيعمل حاجات مش معقوله، لان الناس مش شافتش التكنولوجيا الكبيره اللي كانت بتتعمل. ربنا يدينا بركه ونعمه ويقويكم ويساعدكم. هنتابع مع بعض على الجروب، هنرجع تاني. السؤال في سؤالين على الاصحاح اللي فات، ده السؤال الاولاني اكتب ملخص للابواق السبعه، اكتبه لكم على السايت، بس بقول عشان في ناس كثيره معانا بتتابعنا اونلاين وبتشتغل معانا، اكتب ملخص للابواق الاربعه الاولى، وبعدين ما هي السؤال الثاني، ما هي الصفات الجراد اللي في البوق الخامس. ربنا يديكم بركه ونعمه، تفضلوا نصلي معكم.